صلي عليه. أهلا بالجميع، أنا متحمس جدا لعدد اليوم وبرنامج دقائق من حياتي، مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا قبل أن أبدأ أريد أن أشكرك على المشاهدة مسبقا، وأنا أعرف أن هذا الموضوع أيضا موضوع مهم لكل الناس. لماذا؟ لأنه أغلب الناس على مستوى العالم تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اليوم راح نتحدث عليه بطريقة إيجابية، لأنه هو خلينا نقوله هو سي موين دو كومونيكاسيون، ونحاولوا كيفاش نستعملوه بطريقة إيجابية لإيصال فكرة أو لإنسان ممكن يقرأ أو ممكن يبيع أو يشري وهكذا. فالآن تقريبا في الفيسبوك أو الإنستغرام تفوق عدد المشتركين في الفيسبوك المليار، ويفوق أيضا الإنستغرام أيضا مليار. فمليح الإنسان لو يعرف كيفاش يستغل هذا الفضاء لأشياء إيجابية يستفيد منها ويفيد بها غيره. لذلك تابع معايا، هل أنت مستعد؟ شكرا، لأنني أنا مستعد. أول نقطة مليح نوضحوها في العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي البيوغرافي، أنه الإنسان وش يدير في حياته يكتبها في جهة البيوغرافي. يعني كاين ممكن إنسان عنده علاقة بالتسويق فيكتب في مجال التسويق، كاين إنسان مثل عنده علاقة بالتنمية الذاتية فهو يعمل يكتب بما يسمى التنمية الذاتية، كاين إنسان يخدم في السمع البصري، كاين إنسان يخدم لا أدري عنده اون بارد كومونيكاسيون، كاين كل واحد فينا إلا وعنده مجال يخدم فيه، فمليح في البيوغرافي هذيك يكتب من هو، يعني شكون هذا الإنسان اللي لو ندخل أنا الفيسبوك تاعه أو الانستغرام تاعه نعرف شكون هذا. فلما نتواصل معه راح نتواصل معه بناء على وش كتب في البيوغرافي. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، مليح لو يعني يبدأ يجهز في دي بيبليكاسيون عندهم علاقة بمجاله. يعني مثال، قول لك مثال يدير لا أدري، نقول مثال في الـ في الـ في التغذية، يبدأ يجهز في مقالات، يبدأ يجهز في دي بوست ولا عندهم علاقة بمجاله. طبعا طرق اللي ينشر بها هناك 8 أو 7 طرق راح نعطيهم لك الآن. الطريقة الأولى هي المقال زائد صورة، يعني عنده مقال معين يكتبه صح زائد صورة عندها علاقة بالعلامة تاعه، يعني عندها علاقة بالمجال اللي يخدم فيه. فالمقال ممكن يمد معلومات بسيطة، قدر تكون بسيطة، المعلومات هذه يفيد بها غيره. لما يفيد بها غيره شكون اللي راح يتواصل معه، شكون اللي راح يعني يتفاعل معه، هم الناس اللي عندهم نفس الاهتمام اللي عنده هو. واضحة؟ فهنا راهو فاد الناس وخلى الناس تتابعوا. عندك نقطة ثانية مهمة جدا هي أنك تنشر عن طريق فيديو، وإحنا نعرفوا أنه السمعي وحده مليح ولكن السمعي البصري أفضل. فالفيديو عنده تأثير كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، فممكن تدير فيديو عنده علاقة بالمهنة تاعك أو مجالك، كي ممكن تدير فيديو عنده علاقة بالتحفيز أنك تحفز ناس على العمل، كي ممكن تدير فيديو يكون حوار معين، أو كما تدير فيديو عنده علاقة بأون سيتاسيون ولا كلمة قالها شخص مشهور من أجل تحفيز الناس. فالفيديو أيضا يساعد في إيصال الفكرة أفضل من المقال وحده. علاش؟ إنه المقال وحده لو تكتب مقال فرضا وحده راح يأثر على الناس بنسبة 7% فقط، أما إذا أضفت صورة فراح التأثير تاعها راح يزيد. أما إذا أضفت صورة ونبرة صوت وكلمة يصبح التأثير عفوا 100%. لماذا؟ لأنه الصورة 55%، نبرة الصوت 38%، والكلمة 7%. فلما نجمعوهم كلهم راح تصبح 100%. صح. روحوا لنقطة أخرى. نقطة أخرى أنك ممكن تكتب، أو خلي نديره سؤال، أنك تكتب سؤال تقول في رأيك ما هو أفضل مجال، هل هذا أم هذا؟
أو في رأيك ما هي كما يقولوا الماتريال هذا اللي نخدم به، هل هذا أفضل أم هذا أفضل؟ فالناس راح تتفاعل معك، فهذاك التفاعل هو اللي راح يزيد من نسبة المتابعين. صح، هناك فقط نقطة راح ننصحك بها هنا، أنك لما الإنسان يتفاعل معك بأن كومنتار لازم ترد له. في بعض المرات ندخل لبعض الصفحات نلقاه يدير فقط دي جام 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 جام، ولكن هذيك ما تصلحش وحدها، لازم ترد على الإنسان، لأنه لما بعت لك أن كومنتار لازم تعاود ترد له من باب الاحترام، أنك لازم تعاود ترد له. أنا صارت لي في العيد مثلا، في العيد عيد الفطر درت صورة أنا وأبنائي في العيد، فجاني تقريبا 500 تعليق. تخيل معي 500 تعليق، قضيت النص الثاني تاع اليوم فقط الرد على الناس، ولو أني في بعض المرات الرد نفس تقبل الله منا ومنكم وهكذا، فرديت على كل الناس. لماذا؟ لأنه من غير يعني كوجهة نظر من الاحترام، باب الاحترام، أنه الإنسان لما يعلق لك على منشورك أنك ترد له التعليق. تخيل معي 500 تعليق، رديت 500 تعليق آخر في نصف يوم، نصف يوم ونكتب. لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
هذا لأن الناس هادو احترموني، فلازم نرد لهم ما يسمى بالاحترام المتبادل. فمليح أنك ترد على التعليقات حتى ولو كانت سلبية، حتى إنسان ممكن عنده تعليق سلبي، معليش لازم ترد عليه، شكرا لك على المشاركة، أتفهم الأمر، أقدر مجهودك، وهكذا. فهذا الرد هو اللي يخليك يعني توصل فكرة تاعك وتوصل المتابعين تاعك أنهم دائما يستنوا منك الأفضل. كاين حتى طريقة أيضا نعطيها لك مليحة، أنك تكون عندك سيتاسيون، يعني تكون عندك كلمة خاصة بك. مش عارف إلا رك مش عارف إلا انتبهت أنه عندنا ينسيتاسيون في آخر العدد، دائما أقول أنا فخور بك مهما كانت نتائجك. فدائما خلي عندك تكون عندك ينسيتاسيون خاصة بك أنت. أذكر أيضا مرة عملت مقال صغير جدا، يعني مقال مع صورة، ونسيت أن أكتب في الفيسبوك أنت صديقي وأنا أحبك. هنا وش صرى هنا يا؟ لما نسيت نكتبها ناس يتابعوني فالتعليقات تاعهم قالوا يوسفين أك نسيت تكتب أنت صديقي وأنا أحبك. فهنا وش معناتها؟ معناتها تعودوا على هذه الكلمات وأصبحت ماركة مسجلة للإنسان هذا. فلذلك فكر أنك يكون عندك سيتاسيون ولا عبارة أو حكمة تكتبها دائما في آخر المقال أو في آخر الكلمات اللي راح تنشرها عبر صفحتك. لذلك هذا أمر مهم ومهم ومهم جدا. صح، روحوا لنقطة أخرى. نقطة أخرى أنك لما تتواصل مع الناس ادخل، نعطيك هذه أسيس بزاف مليحة، يعني أنا نجربها، أنه لما يعلق لك على منشور ادخل معاه اون بريفي اون ميساج بريفي وقول له اشكرك على الرد على او على تعليقك على منشوري. واضحه؟ فهنا راك تدخل معاه في حوار على الخاص، وهنا قادر حتى تعرض عليه فكره تاعك، قادر تعرض عليه المنتوج تاعك، قادر تعرض عليه وشك تدير اي مجال اللي راك تخدم فيه، قادر تعرضه على الخاص فقط انك كتبت شكرا لك لتعليقك على منشوري. انا هذه الطريقه نستعملها وعطت لي نتائج رائعة جدا الحمد لله. يعني كل الناس اللي تابعوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندي احترام كبير بيني وبينهم، احترام متبادل غيسبي ميتويال، وان شاء الله نحافظ عليه يعني حتى الانسان حتى الممات ان شاء الله يا ربي. لذلك مواقع التواصل الاجتماعي من الافضل انك لما تدخل تخدم فيها قادر الانسان يخدم اشياء مضحكة. يعني نعرفوا ناس عندهم دي باج يمدوا أشياء مضحكة أو فيديوهات مضحكة. فهنا الإنسان كل ما كانت رسالته إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلما كان أفضل. خليني أعطيك رسالة أو نعطيك سر من الأسرار، أنت تصبح ما تنشره. مش عارف إذا سمعت بهذه العبارة من قبل، أنت تصبح ما تنشره. يعني كل إنسان ينشر حاجة سيصبح هذاك المنشور، يعني سوف يتحقق في حياته كل ما ينشره في مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك مليح الإنسان أنه يبتعد على الفضائح، أنه ما يفتحش الناس، أنه يبتعد على الأشياء السلبية، أنه يبتعد أنه يتكلم في أعراض الناس، أنه يبتعد، أنه هذا يسمى قانون الرجوع للوادو غوتوخ، هذا قانون كوني، يعني وش نمد راح يرجع لي. نعطيك مثال، إذا أردت أنا أن أكون إيجابياً علي أن أنشر الإيجابية فأنا أصبح ما أنشره. إذا أردت أو إذا نشرت السلبية سوف تعود لي من نفس النوع، فأنا أصبح ما أنشره. خلينا نبسطها لك بطريقة أخرى. لو فرضاً عندي، خلينا نقوله كتاب، فرضاً هذا الكتاب الأشياء الأولى أولاً ستيفن أركوفي، هذا الكتاب لو أنا نمده لشخص، صح؟ هذاك الشخص يمده لشخص، الشخص هذاك يزيد يمده لشخص، وهكذا راح يعاود يولي لي من نفس النوع ولكن ليس ضروري من نفس الشخص. هنا لما أنشر أشياء إيجابية وأفيد غيري بالإيجابية راح يعود لي من نفس النوع ولكن ليس ضروري من نفس الشخص، إلا وسوف أجد شخصا يحفزني وينشر الإيجابية ويؤثر فيها، يعني أثر فيها ولكن ليس ضروري من نفس الشخص. لذلك مواقع التواصل الاجتماعي مليح لو كل واحد فينا في مجاله ينشر كل ما هو إيجابي في مجاله. نعرف ناس مثال
يخدموا الحلويات، يخدموا الأكل، يخدموا لا أدري النقل، عنده صفحة ويخدم بيها. فالآن الحمد لله أصبحوا ناس فاتحين ديار، يعني فاتحين يصرفوا على أولادهم، يصرفوا على العائلاتهم وهكذا، فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن إذا ممكن ندخل ونستعمله بطريقة غير لائقة وننشر فضائح وننشر كذا وننشر كذا، هذا أمر لا يصلح. واضحة؟ لذلك مليح الإنسان أنه يركز على أعماله في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ينشر كل ما هو إيجابي. مليح أنك تنشر، خلينا نقول مرتين في اليوم، تنشر مثال رسالة صباحية، أنك تمد أمل للناس صباح على الستة تاع الصباح، على السبعة تاع الصباح، لا أدري، أنك تنشر أشياء، تنشر مثال كلمات لشخص ناجح. وأنا نديرها هذه، نديرها شحال مرة. فهنا تنشر صباحا وتنشر مساء، راك تمد جرعة إيجابية صباحا وتمد جرعة إيجابية مساء. هنا فرضا لو كل واحد فينا عمل نفس الفعل يوميا، تخيل وش قادر يسرى، وش التبعات اللي رايحين تحصلوا عليها. لو مثال إنسان ينشر قرآن، لو ينشر فيديو عنده علاقة بالنجاح، لو ينشر إنسان فيديو طريقة كيفاش تخدم لا أدري هكا بعض الأعمال أو بعض الأشغال اليدوية في الدار، فهنا نستفادوا منه ونتعلموا مهارات. كي ناس مثال حتى ينشروا بعض الأطباق اللي يطيبوها في ديارهم. فهنا كل واحد فينا عنده، خلينا نقولوا اهتماماته، كل واحد فينا عنده لي باسيون تاعو، عنده رغبات وعنده أشياء يحب ينشرها بإيجابية. أما أن ننشر أشياء سلبية وهذاك يعلق وانا نعلق والاخر يعلق وهذا يعلق، فهذه اشياء لا تصلح. فهنا رانا نبرمجوا في العقل على اشياء سلبيه. فندخل مثال للفيسبوك، نقرا على حروب ودمار وقتل وكورونا ولا ادري، ومن بعد نزيد ندخل الانستغرام نفس الشيء، ومن بعد نعود انا ننشر نفس الشيء، ومن بعد نعود لا ادري ننشر كل ما هو حزن، كل ما هو يقول لك مثال. أنا قرأت واحد المنشور مرة، المجتمع لا أستطيع أن أعيش مع مجتمع، معذرة في الكلمة، لا أدري منافق أو هذه الأشياء، لا ما نخدموش بهالطريقة، هالطريقة لا تصلح. يعني أنا وش راح نستفاد لما أنشر حاجة مثل هذه؟ وش راح نستفاد أو ماذا أفيد غيري، أو بماذا أفيد غيري كي أنشر أشياء مثل هذه؟ هل سمعت من قبل بعبارة الصاحب ساحب؟ سمعت بيها؟ لو سمعت بيها مليح، لو ما سمعتش بيها أيضا مليح، راح نفهمها لك شنو هي. الصاحب ساحب، أنه الإنسان لما ينشر حاجة صح راح يسحب معه ناس. العبرة في ماذا؟ في ماذا أنشره؟ لو أنشر مثل فضيحة، أنا فلان في المنطقة الفلانية شفته وهو جداره هو جداره هو جدار، أو فلانة وحتى هي ما كانش منها، ولكن أنا أنشر. لماذا؟ لأني تعودت على السلبية. تعرف مثال شخص، دي دراسة، لو مثال إنسان يطلع على أفكار وعلى أخبار سلبية مدة 21 يوم فرضا، 21 يوم فقط، ما قلتش أكثر، 21 يوم فقط، تعرف أنه تتولد العادة في العقل على اتباع العادات السلبية واتباع الأخبار السلبية. بعد 21 يوم فقط أقل من شهر، تولد له هنا عصبون في العقل، عنده ألياف تكونت وأصبحت يعني كحزمة. هذاك العصبون أصبح مسؤول على الأخبار السلبية. يعود لو ما يشاهدش أخبار سلبية، لو ما يقراش أخبار سلبية، ما تحللوش. فيعود وش يدير؟ يعود حتى ينشر أخبار سلبية لا أساس لها من الصحة، يقول فلان شفته وفلانة شفتها وهكذا. عوض ما نخدمه بهذه الطريقة، مليح لو نبدأ من الآن ننشر أشياء إيجابية حتى ولو كانت ما كانش منها. واضحة؟ علاش؟ نعطيك مثال. في عيادة المريض مثلا، خرجنا شوية على الموضوع لكن معليش عنده نفس السياق. في عيادة المريض مثلا، لو تروح تقول له مثال، تقول والله نعرف نفس المرض برا منه صاحبي حتى ولو ما كانش منها، هذا يسمى كذب مباح.
أنك تكذب على مريض باش يبرى، باش نفسية تاعه تنشرح. نفس الشيء بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل يعني مساعدة الناس، لأنه وش من فايدة أنا ننشر أخباري السلبية ولا أنشر الغسيل إذا جاز التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما الفائدة؟ الناس عندها مشاكل أكبر مني، أكثر من مشاكلي، يعني فيها بالعبارة فيها ما يكفيها. يعني كل واحد فينا لك تشاهد فيه عارف أنه عندك تحديات في حياتك، نزيد عليك أنا؟ ما نزيدش عليك، بالعكس. من أهداف أيضا البرنامج هذا أنه ننشر ما هو إيجابي، ننشر كل ما هو حاجة مليحة، لأنه محتاجين هذه الأشياء. ومواقع التواصل الاجتماعي يعني قلت لك فيسبوك أكثر من مليار، الانستغرام تقريبا بلك وصل إلى مليار أو شوية أقل أكثر لا أدري، المهم أعداد غفيرة تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي. فقط الاختيار يكون في الفكرة التي أريد أن أصل بها للناس. تعرف أنا منذ بداية الحجر الصحي قررت أني أنشر يوميا في الفيسبوك، كنت في الفيسبوك الآن انستغرام فيسبوك، أنشر يوميا دي سيتاسيون، أنشر مقالات، أنشر صور، أنشر فيديوهات، كل ما هو إيجابي. ومش ضروري أنك تنشر أشياء شخصية، أنا ما أنشر أشياء شخصية، ما روش لداري أنه ري زوجتي كفاش طيب، وليدي كفاش راقد، ولا الأمور هذه ما أنشرهاش، ولكن أنشر كل ما هو إيجابي لأجل بعث الأمل في قلوب الناس. ولكن هذه الطريقة لنوضحها لك الآن، ما لازمش الإنسان يقرأ عليها، مش نقريها لك، أنا نوضح لك فقط أنه مدى تأثير الأخبار على الإنسان. ولكن لنا الاختيار في اختيار الفكرة التي سوف ننشرها. هذا هو التحدي، أني أنشر يعني كما قلت لك منذ بداية الحجر الصحي والله قررت أني أنشر يوميا، ولقيت نتائج، كي ناس تصلوا بي من حتى من خارج الجزائر، بارك الله فيك تغيرت حياتي، وأنا ما درت ولا شيء، فقط نشرت لا أدري تعريف السعادة، أنشر في بعض المرات. قلت مرة أذكر، نعطيك فقط مثال، قلت إذا أردت أن لا تعمل في مشروع، أو لا إذا أردت أن مثل أن ما تروحش في طريق معينة، ما تقولش لا أقدر، قل لا أريد، لأن قدرتك على فعل الأشياء لا نقاش فيها. هنا الإنسان اللي يقراها يقول لك صح، مادام اسمنا نقدر ننجح، فقط مانيش حاب. يعني الرغبة تروح وتجي، اليوم أنا حاب، المهم الغدوة اليوم أنا حاب ناكل، غدوة مانيش حاب ناكل، أما القدرة لا نقاش فيها. فلذلك في بعض المرات الناس يقول لي ما نقدرش، فأنا لقيت كما آلاف الناس الحمد لله موجودون ينشر أشياء عندها علاقة بالإيجابية لأجل بعث الأمل في قلوب الناس. نشر الأمل، لأنه إحنا محتاجين أمل في حياتنا. وأهم مش أهم ولكن من أسرع الطرق هي مواقع التواصل الاجتماعي، أنه نشره يوميا، نشره صور عندها علاقة بالابتسامة، نشره حتى أذكر مرة نشرت واحد الصورة، قلت I don't لا أدري، مش أنا نسيتها باللغة الإنجليزية، قلت لا أحتاج إلى جوجل، أنا زوجتي تعرف كل شيء. طبعا هذا التعريف عنده دبل فاس، هو عنده تعريفين مختلفين، I don't need جوجل، my wife knows everything. فهنا وش معناتها شغل انا ما نحتاجش جوجل، لكن عندي زوجتي تعرف كل شيء، بالك تعرف كل شيء عليا، ولا تعرف كل شيء في المواضيع اللي نحكيوا فيها. فهنا كانت العباره مضحكه، ناس ضحكوا فيها، فهنا مدينا ولو حاجه بسيطه امل. فكاين ناس ايضا ينشروا صور او ينشروا فيديوهات مضحكه، حيوانات هكا يطيحوا، ناس يطيحوا، فهي مضحكة، فعلى الأقل هناك ابتسامة، على الأقل هناك أمل في الحياة. أما أني ننشر في أعراض الناس، وننشر في فلان قال فلان قال فلان قالت وفلان قال، وننشر مثال البلد الفلاني والشخص الفلاني، وعلاش عليا؟ أنا عارف أنه عندنا تحديات في الحياة كثيرة، وعارف أنه عندنا لا أدري مشاكل كثيرة في حياتنا، شخصية مهنية ما نش عارف، ولكن أنه الإنسان يدعي الفضيلة
حتى يكتسبها، يعني ادعي الفضيلة حتى تكتسبها. لذلك التخيل، أن نتخيل صح أنه رانا عايشين في عالم مليء بالخير، واضحة؟ نتخيل أنه صح عايش في عالم مليء بالخير، يعني المصيبة فينا نحن كأمة أننا دائما أشير بالعيب على الأمة وأنسى نفسي. هذه من أكبر الأخطاء. يعني أنا نبدأ أبادر في نشر الخير، وفلان يبادر في نشر الخير، وفلان يبادر في نشر الخير، فينتشر الخير في المجتمع. المجتمع وشنو هو؟ هو مجموعة أفراد، فكل واحد فينا ولو كلمة. تخيل لو شحال من واحد على مستوى العالم ينشر كلمة طيبة، فقط كلمة طيبة أو ابتسامة فقط. تعرف أن هناك ناس بابتسامة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بعثوا فيهم أمل في الحياة، بعثوا فيهم أمل في الحياة. أنا الفيسبوك تاعي منذ 2009 عمري ما خدمت به، ما نخدمش به، ما نعرفلوش، ولكن في وقت من الأوقات قريت حاجة في مواقع التواصل الاجتماعي ساعدتني باش نغير النتائج، ساعدتني باش نغير أفكاري، ساعدتني باش نغير النتائج تاعي، وساعدتني أيضا عفوا باش نغير عاداتي. لأنه أنا أيضا كان عندي إحباطات ونلوم روحي ونلوم فلان ونلوم فلانة وما عاونونيش وما داروليش وأنا ما عنديش الزهر، مريت بهذه التجربة ولكن ما ساعدتنيش. فلذلك قررت أني أغير من النمط، أغير من النسق، أغير من الطريقة، أغير من العادات. ومن بين العادات اللي غيرتها هي العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو مجانا، ما يهمش، المهم أني أنشر وتنشر وهي تنشر والأخر ينشر، فيعم الخير في المجتمع. لأنه كلما واحد فينا مد بدرة خير وزرع وردة، كلما يعني البستان كيفاش يتزرع؟ يعني وردة بوردة. لو نجي مثال أنا وحدي نبقى نزرع، ما تصلحش هذه. لو واحد وحده يدخل البستان أو يدخل لمساحة معينة وحب يردها، يعني مساحة خضراء وعندها الورود من كل أنواع وهكذا، راح يتعب. ولكن فرضا لو يقول لي هذيك المنطقة ريحة تحتاج إلى 10,000 وردة فرضا، صح؟ ويجي واحد وحده يقولك أنا حاب نغرس 10,000 وردة وحدي، مليح لو نعكسوها. وش رأيك لو كان نعكسوها؟ لو نجيبوا 10,000 شخص وكل واحد يزرع وردة أو يغرس وردة وحدة برك، 10,000 شخص وردة كل يوم، معناتها 10,000 وردة يوميا. ولكن لو واحد وحده يحب يغرس 10,000 وردة لازم له لا أدري أسابيع أو أشهر، منش عارف. لذلك ما أردت أن أقول من وراء هذا العدد، لأتمنى أنه يكون بسيط، أنا حاولت نبسط إلى أقصى تقدير، ما حبيتش ندخل في تفاصيل العمل، حبيت نفض فقط منشورات إيجابية فقط. هذا واش نحوسه، كاين اللي يخدم به أتفهم، كاين اللي يحب يوصل به أفكار، كاين اللي يحب يدير به دورة تدريبية دي لايف، ولكن إحنا ما دابينا أمور بسيطة، صباح التفاؤل، صباح الحب، صباح الامتنان، صباح التقدير، صباح الخير، صباح الخيرات، صباح الأنوار. فنبدأ بهذه المنشورات، وأنا يعني من وجهة نظري نبدأ الآن، كل واحد فينا يحكم الهاتف تاعه، صح؟ أنا لما نكمل هذا العدد بإذن الله أول حاجة نديرها أني سوف أنشر، أول حاجة راح ننشرها وخليها تمشي، عندها علاقة بالأهداف، عندها علاقة بالتحديات، عندها علاقة بالشجاعة، عندها علاقة بالابتسامة، بالحب وهكذا. لذلك وعدني أنك أول حاجة تديرها، وحتى يعني كل مشاهد يشاهد هذا العدد بالذات، ما نقولش عدد أخرى، مهم فقط هذا العدد، معليش يعني احملني غير هذا العدد وخلاص. هذا العدد مدبية لو كان كل واحد فينا عندما نكمله، صح، ننحكمه الهاتف تاعنا ونشره خير، صح، ننشره حاجة مليحة فقط. بهذه الطريقة سوف نصل إلى التفاؤل، وسوف نصل إلى الحب، وسوف نصل إلى الاحترام، وسوف نصل إلى التقدير. لذلك ما أردت أن أوصله اليوم رسالة بسيطة وما تحتاج تعقيدات، كما قلت من قبل،
ما دخلتش في مواضيع معقدة ولا أدري والأعمال المحترفة في مواقع التواصل الاجتماعي. لا، حاولت أني أتمنى أن هذه الرسالة تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وأنا أولهم. يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هكا في القرآن. فنبدأ بنفسي، أنا أول واحدة رح ننشر لما نكمل فقط مباشرة للهاتف تاعي، وننشر ننشر أي كلمة، أنشر أحبك في الله، أنشر أنت صديقي وأنا أحبك، أنشر أحترمك مهما كانت آراؤك، أنشر لا أدري، أنشر مقولة لشخص مشهور، أنشر صورة لا أدري، صورة نجاح، صورة فوز، صورة لا أدري، فرصة عمل. يعني خلي نمدوا أمل للناس، لأنه محتاجينها، والله محتاجينها. فهذا الشيء اللي حبيت نوصله لك. أنا حكيت لك عن تجربة، وكنت قادر نحكي يعني ساعات وساعات في هذا الموضوع بالذات، ولكن حبيت نبسطه بأبسط طريقة ممكنة في دقائق بسيطة، في عدد بسيط، وفي برنامج بسيط، ولكن إن شاء الله الوقع تاعه رح يكون عميق وعميق وعميق جدا. أنا فخور بك مهما كانت نتائجك، لأنك ببساطة صديقي سننشر عما قريب. سلام.